اول حاجه كان واحد الصعوبه مع المانجر ديالها شويه تتعامل خايب، مي صراحه انا ما تعاملتش معاه، فاش قال الميك اب ارتست دخلني استقبلتني تعاملت معايا زوين ضحكات، يعني كنقول لها اشنو هي هذه بالتركيه اشرحي لي، المهم كتفهمني وما كتفهمهاش. هي من النوع اللي ما كيبغوش الماكياج، مي انا قلت لها خليني نخدم لك يعني كماكيور مغربي تشوفي. فعلا خدمت لها الحمد لله، عجبتها عجبها الماكياج ولي ساتيسفيت وشكرتني على الشيء الفيديو اللي خرجت في الانستغرام، قالت لك ما عطي بورم قورم داك الشيء ديالهم الله اعلم. الحمد لله طيبه، انسان طيبه وضحكيه وسكوتيه، زعما ماشي شي وحده قبيحه، انسانه مسالمه مسالمه. هي اللي قلت لها كديروا، ماشي زعما كاين شي وحده اللي متكبره ولا شي حاجه، اللي قلت لها كتقول لك اوكي.